المنافسة ما بين محمد حمادة ومحمد ربيع، الفرق بينكو 10 نقط، اللي هيجاوب فيكو صح هيحصل على اللقب. لو ما فيش إجابة منكم انتوا الاتنين في الحالة دي، هنقول ألف مبروك لمحمد ربيع حصولك على اللقب. سؤال الرابع والأخير، أستاذ وائل علي تفضل. السؤال الرابع والأخير، جوكر، في الحالة دي حضرتك هتختار موضوع السؤال، تحب يتسأله فين؟ أتوقع سؤال في العلم هيكون في العلم قوي. تمام، سؤال في العلم ليكوا انتوا الاتنين أو ليكوا انتوا التمانية، ولكن أنا في رأيي مفروض تدوا فرصة لمحمد حمادة ومحمد ربيع إن هم يجاوبوا. علم، والسؤال هو: من هو أول رئيس وزراء لمصر بعد تصريح 28 فبراير عام 1922؟ إجابتك؟ عبد الخالق ثروت. عبد الخالق ثروت، عبد الخالق ثروت، إجابة صحيحة. ألف مبروك عليك اللقب، ألف مبروك عليك اللقب، تستحقه تستحقه، السؤال ما كانش سهل. محمد ربيع تستحق اللقب، برافو عليك. أهلا سكور في البطولة النهاردة، حصلت على 75 نقطة، أفضل لاعب في ماتش النهاردة وأفضل لاعب في البطولة بأكملها وصاحب اللقب عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك لمحمد ربيع، برافو عليك، برافو عليك. عايز أقول لكم حاجة بصراحة، محمد ربيع اللي شفته في الاستوديو من سنتين مش هو محمد ربيع اللي أنا شايفه النهاردة. قد إيه طور من نفسه، قد إيه عمل مجهود، قد إيه كان عنده إصرار إنه يحصل على كأس العباقرة. كل موسم كان بيجي يقول لي أنا بحلم إن أنا هكسب الكأس. حلمك اتحقق، برافو عليك. الحمد لله، برافو عليك، قمة الإصرار. أنا فخور بيك والله يا محمد، برافو عليك. هارد لك للسبعة، وألف مبروك لمحمد، هو يستحق اللقب فعلا، وهارد لك لمحمد حمادة، كنت الأقرب. هو يستاهل بالظبط، ولكن هو يستحق فعلا، وانت كمان الحقيقة عملت موسم قوي وتستحق تاني أعلى سكور في البطولة. مامتك بتعيط، وليها حق تكون بتعيط طبعا، لازم تفرح بيك، ولازم تفرح بيك، لازم طبعا. ابن الحوامدية محمد ربيع.